تريدون أن تؤمنوا بشيء ما يا سبونز؟ آمنوا بي، آمنوا باللقب المذكور على تلك اللافتة. طالما هي معلقة هناك لدينا الأمل. حصل. مرحبا يا صديقي، هل أنت عطشان؟ مضى وقت طويل يا صديقي، كيف الحال؟ حسنا، أنت تعرف. سمعت أنك أخبرتهم عن كيفية قتلك الأخوة جينكنز برصاصة واحدة، أليس كذلك؟ صدق جميع الأشخاص هنا قصصك، أليس كذلك؟ صدقوا أنك قاتل عديم الرحمة، صحيح؟ يبدو أنهم يثقون بك، يظنون أنك ستنقذ بلدتهم الصغيرة، يظنون أنك ستنقذ أرواحهم الصغيرة. لكننا نعرف جيدا، صحيح؟ لما لا تطلع أصدقائك عن حقيقتك؟ اظهر على حقيقتك. لما لا تخرج مسدسك وتقتلني؟ لكن بالطبع لن تحتاج إلى كل الرصاصات بل واحدة. هيا أيها البطل، اضغط على الزناد. أرى قاتل في عيني، لا أرى المسدس. لم تفعل أي من الأشياء التي أخبرتهم عنها، صحيح؟ لم تقتل الإخوة جينكنز، لست من الغرب حتى، اعترف. لا، ارفع صوتك، لا أظن أن أصدقائك سمعوا ما قلته. لا، لم تقل سوى الأكاذيب لهؤلاء الناس الطيبين، لست سوى منافق وجبان. نعم، بصوت أعلى. نعم. أصغي إلي أيها المحتال المثير للشفقة، إنها بلدتي الآن. إن رأيتك هنا مجددا سأقتلك من دون رحمة، هل ترحم جيدا؟ من أنت؟ Thank you.